أناس يفرون من الحرب والاضطهاد وتبعات التغير المناخي أو يبحثون عن حياة أفضل في جميع أنحاء العالم. يتزايد عدد الذين يجازفون بالرحلة الخطيرة نحو الشمال آملين في مستقبل أفضل، لكن هذا المستقبل ينتهي غالباً في مخيمات لاجئين مكتظة كما حدث مؤخراً في لامبيدوزا، حيث يعاني لاجئون كثر من ظروف غير إنسانية هناك، أو كما هو الحال على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. كثيرون من هؤلاء محرومون من حق الإقامة أو حق اللجوء. البلدان التي يصلون إليها تبدو مثقلة وتظهر صرامة متزايدة في التعامل مع هذه الظاهرة، كما أن صفقاتها الباهظة مع بلدان المنشأ تبدو غير فعالة. على ضوء ذلك نتساءل، تفاقم الهجرة حول العالم، هل من حل في الأفق؟ أرحب بكم مشاهدين الأعزاء في برنامجكم الحواري بتوقيت برلين، كما أرحب بضيوفنا الكرام وهم محمد الكاشف المحامي والباحث الاستشاري في سياسات الهجرة، عبد الرحمن عمار الصحفي المختص في الشأن الألماني والمغاربي، ومن تونس تنضم إلينا عبر خدمة سكايب مبروك خضير الصحفية والخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. ولأن مبروك في تونس أبدأ معك يا مبروك، هل لديك تفسير لتزايد أعداد المهاجرين إلى لامبيدوزا الإيطالية والقريبة من الشواطئ التونسية؟ شكرا أحمد على هذه الاستضافة، وتحية لكم بتوقيت تونس إلى برلين. وأعتقد أن سؤالك يتحدث هنا عن الأسباب، وأنا خلال فترة الصائفة كنت قد جبت العديد من مناطق الجمهورية التونسية التي تعد مناطق الانتقال نحو السواحل الأوروبية، ووقفت على عديد الأسباب. الأسباب منها أسباب طبعا اجتماعية واقتصادية، وهي البحث عن وسائل للعمل داخل القطر الأوروبي، منها أيضا أسباب اجتماعية داخلية نابعة عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لشباب توانسة ومغاربة يتوجهون نحو أوروبا لأنهم يئسوا وليس لديهم أي أفق للتغيرات داخل البلدان التي يعيشون فيها. ووقفت أيضا، وهذا حقيقة سبب جديد بالنسبة لي بعد التحقيقات الاستقصائية التي قمت بها في جزيرة قرقنة في تونس، أو كذلك في منطقة العامرة وجبليانة من مدينة صفاقس، وتحدثت فيها مع مهاجرين سريين تونسيين وكذلك أفارقة جنوب الصحراء ينطلقون هنا من السواحل التونسية، ويحدثونني أيضا عن التغيرات المناخية والعوامل البيئية والتلوث البيئي والصيد العشوائي الذي أضر كثيرا بالجانب الإيكولوجي لهذه البلدان. نعم. التي أصبحت بعوامل البيئية طاردة لشبابها الذين يتوجهون نحو أوروبا بحثا عن سبل عيش أفضل. إذن هي أسباب كثيرة. محمد، إلى أي مدى يمكن أن يضاف سبب آخر إلى الأسباب التي تفضلت مبروك بشرحها الآن، وهو كارثة درنا السيول التي قضت على جزء كبير من المدينة؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤجج ذلك عملية الهجرة والاتجار بالبشر في هذا الاتجاه؟ هو واقعيا التغير المناخي والكوارث البيئية بتؤدي لنزوح البشر والبحث عن أماكن آمنة للمعيشة. ده بنشوفه من وقت كبير جدا في كينيا والصومال، ومؤخرا بسبب الفيضان والسيول في مدينة درنا في الشرق الليبي، وسيؤثر بالحتم على زيادة عدد النازحين وعدد طالبي اللجوء والفارين من تلك الكارثة المناخية. وهنا ستثار أزمة قانونية، لأن قانون اللجوء أو الذي ينبع من اتفاقية جنيف لا يعترف بالنازح أو المهاجر أو طالب اللجوء بسبب كوارث بيئية أو مناخية. وهنا
يجب إعادة النظر، لأن الحقيقة ما حدث في المغرب كذلك، الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، ومن قبلها رأينا ما حدث في مناطق أخرى من العالم ومن القارة. الآن يطرح التساؤل، نحن نريد إعادة التفكير مرة أخرى في قانون اللجوء واتفاقية جنيف لعام 1951. عبد الرحمن، الإحصائيات الأخيرة تثبت أن النسبة الأكبر من عدد المهاجرين من السواحل التونسية أو الإيطالية نحو أو الليبية نحو إيطاليا هم من المغاربيين. ما تفسيرك لهذه الظاهرة إذ لم يعد سكان دول جنوب الصحراء هم غالبية هؤلاء؟ هجرة المغاربيين سواء كانت سرية أو غير سيرة ارتفعت، حتى أن كفاءات أطباء ومهندسين صاروا يغادرون بلدانهم في اتجاه كندا. يعني هناك أسباب مشتركة مع المهاجرين بطرق رسمية ونظامية والمهاجرين بطرق غير نظامية. لا ننسى أن كورونا وتداعياتها لها أسباب كثيرة في هذه المناطق التي تعيش أكثر من السياحة، وأيضا ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى ما تفضلتم بذكره أيضا المناخ، إذ أن الهجرة في الداخل في هذه البلدان تبدأ من الأرياف أي من القرى إلى المدن الكبرى، وغالبيتهم لا يجدون أمكنة لهم هناك ويواصلون المسير إلى البلدان الأخرى. بالنسبة للأفارقة، لماذا تراجعت نسبهم؟ لأن الدول المغاربية بفضل اتفاقات مع دول أوروبية صارت تقوم بتلعب دور درك دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة، ثم أن الكثير من البلدان الإفريقية تشهد هجرة داخلية وهي أكبر بكثير من هجرة الأفارقة إلى دول الاتحاد الأوروبي بأرقام قياسية يغفل اليمين المتطرف ذكرها في الكثير من الأحيان. يركز فقط على الأعداد التي تصل إلى السواحل الأوروبية ومنها جزيرة لامبيدوزا. مبروكة، هناك من يتحدث عن خلل في التفاهمات الأخيرة التي حدثت بين الحكومة التونسية بين قيس سعيد تحديدا والاتحاد الأوروبي، إلى أي مدى هذه القراءات صحيحة لتفسير هذا العدد القياسي الذي وصل قبل يومين إلى لامبيدوزا الإيطالية وقدر في يوم واحد ب5000 مهاجر؟ نعم، دعني أتحدث أنه من رحم التجربة وفي ليلة واحدة أنا بنفسي وقفت على رحيل 4 بواخر فيها 500 مهاجر غير نظامي من جزيرة قرقنة من ذات المنسق. يعني هو المنسق هو الذي نسق هذه الرحلة، وطبيعي جدا أن نصل إلى مثل هذه الأرقام خاصة خلال الصائفة. وبالتالي أعتقد أنه ولو أنه ليس لدينا حيثيات الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، ولو أننا نعتقد أنه حتى هذه الاتفاقيات ما زالت تغوص في الجانب الأمني الصرف للتصدي للهجرة غير النظامية، رغم أنه هناك حاجة ملحة إلى العديد من الإصلاحات الأخرى التي يجب أن تشترك فيها تونس مع شريك الأوروبي، أو كذلك يجب فيها التنسيق بين تونس والجزائر وليبيا مع الاتحاد الأوروبي. هناك أيضا نقطة أريد أن أوصلها بالنظر إلى أنها جاءت على لسان مهربي المهاجرين غير النظاميين الذين تحدثت معهم، والذين يقولون أن الحل للهجرة السرية هو الهجرة النظامية نفسها، أي أن الحل للهجرة غير النظامية يمر أساسا بفتح مجال الحصول على التأشيرات من أجل مراقبة الوافدين على الاتحاد الأوروبي وبلدان الاتحاد الأوروبي. اليوم في تونس نتحدث على أن التأشيرة أصبحت صعبة جدا حتى للكفاءات والطاقات العلمية التي تحرم منها، وبالتالي شاهدنا خلال الصائفة الفائتة أن هناك قضاة، هناك أطباء، هناك مدرسين يعمدون إلى الانتقال إلى بلدان أوروبية بهجرة سرية لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على التأشيرة. وبالتالي أعتقد أن المقاربات الحالية في معالجة ملف الهجرة غير النظامية بين تونس والاتحاد الأوروبي لا تأخذ بعين الاعتبار العديد من الزوايا الأخرى التي يجب أن نقوم بها من إصلاحات اقتصادية واجتماعية حتى نستطيع أن نخفف هذا العبء، لأنه اليوم هناك سياسة تهجير ممنهجة، وهذا ما لاحظته بأم عيني عندما كنت في منطقة العامرة
حيث هناك خيام بتم طميمها للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يتم التنسيق لهم للوصول إلى السواحل الأوروبية، تتصدى لهم السلطات التونسية فيما تسمح للتونسيين بالوصول إلى السواحل الأوروبية. وبالتالي هناك العديد من الاستفهامات التي يجب أن نفهمها من رحم الواقع ومن رحم التجربة وبالحديث مع هؤلاء وبالحديث أيضا مع السلطات في أوروبا. يبدأ التعقيد من هنا من برلين مثلا، إذا أردت أن تبعث دعوة لاستضافة شخص يتوفر على شروط الحصول على فيزا شينغن، على تأشيرة شينغن للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، لن تجد موعدا هنا في برلين. أحاول منذ شهرين للحصول على دعوة والوثائق المطلوبة لوالدتي وليست هناك مواعيد. هل يدخل ذلك أيضا في إطار تشديد إجراءات الهجرة المنظمة وغير المنظمة؟ نظام التأشيرة، نظام التأشيرة الأوروبي أو نظام التأشيرة العالمي والعقبات التي توضع أمام الشخص الراغب في السفر أو الراغب في الهجرة أو حتى الراغب في الزيارة بتؤدي لعديد من الناس إن هي يعني تحط النظم دي على جنبه، الأوراق والبيروقراطية وما إلى ذلك، لأن هناك طريق آخر متاح وهو ما نسميه بطريق غير نظامي. يعني في حالة حضرتك النهاردة أنت كل اللي محتاجه موعد والموعد غير متاح، فبيحصل إيه؟ بننتظر. في ناس ما عندهاش رفاهية الانتظار لأن الانتظار بيدخل في باب الرفاهية، فبالتأكيد تلك التعقيدات تؤدي لزيادة العبور. يعني شخصياً أعرف شباب زي ما أشارت الأستاذة متعلمين وممن يطلق عليهم هجرة العقول المتعلمة، ولكن بسبب التعقيدات البيروقراطية لا يستطيعون القدوم إلى هنا بشكل نظامي، فماذا يفعلون؟ يعبرون وعندما يحضرون إلى هنا بيبدأوا بتقنين أوضاعهم. وطبعا رحلة تقنين الأوضاع دي يعني رحلة قاتلة وقاهرة للنفس وللكرامة الحقيقة. فالجانب الأوروبي والدول الأوروبية هي مسؤولية كبيرة جدا عما يحدث. نعم، إذن سنعود إلى الإجراءات التي تقوم بها أوروبا وإلى تصريحات سياسيين أوروبيين ذات الصلة، ولكن قبل ذلك بؤرة جديدة للاجئين هي جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي وصل إليها في الأسبوع الماضي أكثر من 5000 لاجئ بالقارب في يوم واحد، بينما بلغ عدد طالب اللجوء في جميع أنحاء إيطاليا هذا العام 120,000 حتى اللحظة. نتابع. متعبون ومرهقون، فالكثيرون منهم أمضوا شهورا في شمال إفريقيا في انتظار فرصة لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا، لكن أصابتهم خيبة أمل بعد وصولهم، فالمخيمات في لامبيدوسا مكتظة بالكامل. الوضع هنا ليس جيدا بسبب الاكتظاظ الشديد. للحصول على طعام عليك أن تقاتل، وإلا فلن تحصل على شيء. حتى الاستحمام مشكلة، والحصول على ملابس أيضا لأن عدد النزلاء كبير. في الأثناء يزيد عدد المهاجرين في لامبيدوسا عن عدد السكان المحليين الذين يشعر كثيرون منهم بالغضب ويخشون أن تصبح جزيرتهم بؤرة للاجئين بشكل دائم. رسالتنا هي أن على أوروبا أن تستيقظ، لأن الاتحاد الأوروبي كان غائباً طيلة 20 عاماً، واليوم نرسل هذه الإشارة. لامبيدوسا تقول كفى، لقد عانى الناس هنا لفترة طويلة، نحن منهارون نفسياً. فهل تستخدم حكومة ميلوني لامبيدوسا وسيلة للضغط على الاتحاد الأوروبي؟ ميلوني وحكومتها وصلت إلى سدة الحكم في إيطاليا بسبب أو ركبت موضوع الهجرة والمهاجرين باعتبارها من اليمين المتطرف الإيطالي. عبد الرحمن، إلى أي مدى بدأت إشكالية الهجرة تشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي برمته؟ شاهدنا وصول ميلوني التي يتهمها الإعلام الألماني أو يصفها بذات الخطاب الفاشي وصلت إلى الحكم، ألا يهدد ذلك بسيناريو مشابه في فرنسا، ألمانيا مثلا؟
بلى، والدليل أن لقاء بين زعماء اليمين المتطرف في إيطاليا ومارين لوبين تم قبل أيام قليلة، والتنسيق جار حول هذا الموضوع بالذات تشديد إجراءات الهجرة غير النظامية، والأكثر من ذلك بأن هناك حركات في فرنسا مثلا لأوروبيين متطرفين يذهبون إلى السواحل ويغرقون البوارق هناك، يعني إذا لم تستطع الدولة أن تحمينا فنحن سنحمي أنفسنا من هؤلاء المهاجرين. المغالطة هي أن دول الاتحاد الأوروبي بمقاربتها الأمنية التي تصر عليها ستزيد الأمر خطورة ولن تحل المشكلة، وحسب الإحصائيات فعدد المهاجرين المستعدين للموت سواء في المتوسط أو على الأراضي الأوروبية أو في بلدانهم، يعني ليس لديهم ما يخسرونه في هذه الحياة، سيزداد بشكل كبير. ودول الاتحاد الأوروبي تنسى إذا تحدثنا عن المناخ كأحد أسباب الهجرة من يسببه الدول الصناعية، إذا تحدثنا عن ليبيا كمنطلق للمهاجرين من دمر ليبيا ليس الناتو وفرنسا، هناك نسبة كبيرة من الأفغان يأتون إلى هنا، من خرج من أفغانستان وتركها في يد طالبان تواجه مصيرها هم الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، يعني لا يريدون مواجهة الأمور والاعتراف بأخطائهم واتباع مقاربة خلق فرص في عين المكان، مساعدة هذه الدول وتحفيز الهجرة القانونية. طيب محمد، فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قامت بزيارة إلى لامبيدوزا، والتقت هناك رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني، وكانت لهما تصريحات قوية. ما أهداف هذه الزيارة، خاصة وأن إيطاليا تشتكي الاتحاد الأوروبي أنه تركها لوحدها تواجه ظاهرة الهجرة دون مساعدة؟ احنا شايفين النهاردة ان الاتحاد الاوروبي الصراحة بيسعى للحفاظ على صورته اولا، والصورة المصدرة في رسل حقوق الانسان والحفاظ على حقوق الانسان في كل مكان. الزيارة بدأت لأن بدأنا نشوف أن الشقاق ما بين دول الاتحاد الأوروبي تعدى التصريحات السياسية. رأينا الأزمة ما بين فرنسا وإيطاليا كدولتين أوروبيتين فاعلتين في الاتحاد الأوروبي بسبب تصريحات وزير الداخلية على أداء ميلوني ومواجهتها للهجرة. الارتفاع زي ما حضرتك قلت، اليمين المتطرف الآن يستغل موجات الهجرة، ودعنا نقول التعامل الفاشل من الجانب الأوروبي مع الموجات القادمة. اليمين المتطرف كما أشار أستاذ عبد الرحمن يتغاضى تماما أن 80% من الهجرات والنزوح هو داخل القارة الإفريقية، وما يصل فقط للقارة الأوروبية هو 20%. نغفل تماما العامل البشري والعامل الاقتصادي المهم للمهاجرين وطالبي اللجوء اللي بيتم استغلالهم في الاتحاد الأوروبي. فهو النهاردة هذه الزيارة أولا لتسكين الرأي العام، لنقول أننا نريد أن نفعل شيئا، أننا نواجه تلك الأزمة. ثانيا للحفاظ على الرابطة ما بين الدول الأوروبية والوصول إلى اتفاق يحافظ على المكتسبات الأوروبية. ثالثا والأهم هو تلك التصريحات والعمل على صدور الباقة الجديدة لإجراءات قانون اللجوء الأوروبي. إذا نستمع إلى تصريحات فون دير لاين وميلوني أثناء الزيارة وأثناء اللقاء الثنائي في لامبيدوزا. نحن سنقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وبأي شروط، وليس مهربو البشر وعصابات التهريب. نحن نواجه موجات كبيرة من المهاجرين لدرجة أنه إذا لم نعمل بجدية وبشكل مشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن هذه الظاهرة سوف تطغى أولا على البلدان الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم على جميع البلدان الأخرى. Coinvolge tutti, che da tutti.
رأى المراقبون في خطاب السياسيتين الأوروبيتين تهديدات في اتجاهين مختلفين، من ميلوني نحو الاتحاد الأوروبي ومن فوندرلاين نحو شبكات تهريب المهاجرين. مبروكة، إلى أي مدى أو كيف تفسرين عدم تأثر هذه الموجات من الهجرة عبر المتوسط نحو إيطاليا تحديدا بكل الإجراءات القاسية جدا كما وصفها محمد وكما وصفتها تقارير أوروبية كثيرة في لمواجهة الهجرة السرية؟ لماذا لم يثني ذلك عزيمة المهربين والمهاجرين أنفسهم؟ نعم، دعني سأبدأ بتصريح لأحد بحارة مدينة جبليانا من منطقة صفاقس، وهي منطقة للعبور بالنسبة للأفارقة جنوب الصحراء، أصبحوا يغادرون فيها عبر المراكب بشكل يومي وفي وضح النهار دون أي خوف. يقول هذا البحار أنه سئم وتعب من أن شباك الصيد بالنسبة له أصبحت تصطاد جثث الغارقين في البحر الأبيض المتوسط بدل أن تصطاد الأسماك، وأن المواطن أصبح لا يشتري هذه الأسماك لأنه يعرف أنها أصبحت أسمعك جيدا لكن الصورة أسمعك صوتا لكن فقدنا الصورة. يمكن أن تكمل، تفضلي عدتي إلينا، نراك ونسمعك. والآن رجعت نعم. فبالتالي هذه حقيقة الوضع المأساوي في البحر الأبيض المتوسط. تقول لي لماذا لا ينثني هؤلاء عن المغادرة بشكل متواصل؟ لأنهم اليوم يئسوا من مجتمعاتهم، ولأن مهربي البشر اليوم يستفيدون من هؤلاء ويكونون ثروات طائلة. المهربين حدثوني أن هناك شبكات دولية تستفيد منها تونس، تستفيد منها المغرب والجزائر، ولكن المستفيد الأول هم بلدان الاتحاد الأوروبية ومنها إيطاليا التي تتوافد عليها المساعدات بسبب هذه المراكز التي تتلقى المهاجرين غير النظاميين وتستعمل فيها نقطة ضغط نحو شركائها الأوروبيين. بالتالي أعتقد اليوم، ودعني فقط أنهي بهذه النقطة أحمد، لأنه في الآونة الأخيرة برزت أيضا شبكات من تونس في اتجاه تركيا ومنها إلى صربيا ومنها نحو البلدان الأوروبية، وشبكات تستقطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفضوح ومرئي للجميع، ولا يقف ضدها أحد. وهذه الشبكات أيضا أوصلت الآلاف من التونسيين عبر ما يسمى الكازاوي في المغرب وعبر العديد من الشبكات الأخرى، وهي تنشر كل الفيديوهات بشكل يومي. إذن السؤال هنا، ما دامت تعمل هذه على مرأى ومسمع من هذه الحكومات، لماذا نترك لها مجال المتاجرة في البشر؟ نعم. ونغض الطرف على ذلك ونضغط على البلدان في شمال إفريقيا أن تصنع من حدودها البحرية حرس حدود لا غير. فبالتالي هناك العديد من الأسئلة في الحقيقة النابعة عما شاهدته بشكل مستمر خلال اشتغالي على مثل هذه المواضيع. وذكرت نقاط مهمة جدا. هل هناك خلل في آليات المواجهة مثل التي أشارت إليها مبروكة؟ ولماذا يتغاضى عليها الأوروبيون، خاصة وأن هؤلاء التجار يفصحون عن أنفسهم، يقول نحن موجودون وهذه أدواتنا؟ تجار البشر أو المهربين اعتادوا منذ الزمن على أن يكونوا بديل للرحلات أو بديل للشركات السياحية النظامية أو شركات التسفير النظامية. الشبكات دي هي شبكات غير محلية، دي شبكات زي ما أشارت الضيفة عابرة للحدود، هي شبكات إجرامية منظمة. تم القبض في شهر يونيو الماضي على شاب تونسي من أصول عربية يقيم في بريطانيا، هو على علاقة بمهربين في شمال إفريقيا وكذلك في الجنوب الأوروبي. المواجهة الحقيقة برغم أن هي مواجهة أمنية وبرغم أن الحلول أمنية، ولكنها فاسدة. ليه فاسدة؟ ليه بقول كده؟ نعم. لأن هي بتوجه الحرب ضد المهاجر، هي مش بتوجه الحرب ضد المهربين، وبتضع الدول تحت ضغط. طيب عبد الرحمن، فيما تبقى من الوقت، هل قرأت في تصريح فوندرلاين وفي تصريح ميلوني أي معالم لمقاربة أوروبية لمواجهة
مشكلة الهجرة؟ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قال بأن ألمانيا وصلت إلى الحد الأقصى لإيواء اللاجئين والمهاجرين، وإيطاليا نفسها ترفض في إعادة استقبال من عبروا أراضيها ووصلوا ألمانيا وفقا لاتفاقية دبلن. الكل يفكر في مصلحته، يخاف من أن يستغل اليمين ذلك، وحتى اعتقال كل المهربين لن يقضي على الهجرة غير النظامية ما دام عواملها التي تدفع الناس لمغادرة أوطانهم يتم إغفالها. فسنشهد نفس السيناريو، المهربون هي الحلقة الأضعف من كل هذا المسلسل. المهرب يعني يمكن أن تعتقلهم كلهم، هناك مهاجرون يصنعون بأنفسهم قوارب ويعبرون بها. يعني السياسة الحالية تنتج بؤر ساخنة ولا تحل المشكلة. 13 عاما من نفس السياسات ولا حل. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين. أشكر ضيوفنا من تونس مبروك أخدير، وهنا في الاستوديو أشكر محمد الكاشف وعبد الرحمن عمار، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. نهاية بتوقيت برلين، وهذا أحمد عبيدة يحييكم. إلى اللقاء.